البلدي ماشي بحال العام السنوات اللي فاتوا ديال كورونا. دابا كاين الاقبال الحمد لله على البلدي في شهر رمضان مع ليله 27 وعيد الفطر، وحتى الشباب ولا عليهم الاقبال تما ولاو كيجيو يتقداو البلدي ماشي بحال شحال هادي كانوا الناس الكبار هما اللي كيجيو كيتقداو. دابا حاليا ولاو الشباب تا هما ولاو مهتمين بالبلدي ديالنا ولا عندهم اقبال كثير. هاد ليله 27 اخويا تيكون الاقبال اكثريه في حوايج ديال الدراري الصغار. العام اللي فات بحال العام اللي فات كان ما كانش الاقبال، ما كانش كورونا كانت مزيرانا تنحلوها شويه في الليل كاع ما كنحلو. دابا ولينا كنحلو في الليل تنبقاو حتى للجوج ديال الليل تيكون الاقبال. اسعار شامه واخا هكاك ما تزادتش الاسعار، واخا زادوا علينا في السلعه حنا ما زدناش في الاثمنه ديال السلعه. الاجواء كتكون زوينه في ليله 27 وكيجيو الناس مع وليداتهم كيتقداو الملابس التقليديه الاصيله ديال المغاربه وكيحتفلوا مع وليداتهم ومع والديهم، وبصفه عامه كتكون واحد الاجواء زوينه اللي كيكون فيها واحد الصله رحيم، واحد الدعاء الله سبحانه وتعالى انه يتقبل الايام اللي دازت من رمضان. وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يدخلها بالصحه والسلامه على جميع المغاربه ان شاء الله. احنا دابا جينا للحبوس باش نشريو شي حاجه تقليديه. اللي موالفين ديما كنمشيو ليله 27 والعيد الفطر كنشوفوا الحباب في هذه الاجواء الرمضانيه. فينا السلامي جوده هذا ما خاصها الحمد لله. خابين شويه البيع وشوين يكون نهار كاين الغلا وكيرخى. انا السلعه ديال البلاد رخيصه شويه والسلعه ديال برا كتكون شويه غاليه على حسب تاع الصبور على داك الشيء. والحمد لله كاين القرقاه كاين اللوز كاين اي حاجه اللي بغيتها كاينه. والناس كيتقدوا على حسب اللي شاد شي حاجه كيخدم. عرفتي الانسان كدا زاد عليه عامين ديال كورونا ويجي يتقدر خير هذا والله تا الخير. والحمد لله بحال الناس ما ديتش عليهم هذا الشيء. يضحكوا وناشطين ويهضروا مع وليداتهم ويتفقوا يهضروا مع الناس اللي برا ويهضروا الله يكمل بخير.